يسعد اوقاتكم بأمانة كثيرة. درس اليوم هو عبارة عن دردشة، فينا نعتبرها مناقشة لبعض الأمور اللي تتعلق بشكل أساسي بموضوع فحص الاي بي. كثير بنسمع مصطلح انه والله انا فحصت الاي بي وطلع الريسك تبعه عالي، انا فحصت الاي بي وهذا البروكسي مثلا ما نصالح للشغل بناء على فحصه. هذا الموضوع نحكى فيه كثير، فأنا اليوم قررت اني اعمل له درس، او خلينا نسميه دردشة، نحكي فيها يعني بمجمل التفاصيل تتعلق بها الموضوع. بالبداية مثل ما خبرتكم نحن كتير انتشرت عنا هاي القصة، وأكتر شيء كان الموضوع على موقع اسمه IB Quality Score، هو أحد المواقع اللي جدا مستخدمة لأنه نحن نفحص IB. طيب هلأ أنا ما فيني أقول أنه هذا الموقع بنسبة معينة ما نصادق، بس كمان ما فينا نعتمد عليه بشكل كلي. يعني مو بالضرورة النتيجة اللي بتطلع لنا على هذا الموقع تكون نتيجة صحيحة لعدة أسباب. طبعا أنا حكيت بمنشور سابق على قناة التليجرام على صفحة الفيسبوك، حكيت عن هالموضوع وفصلته ووضحت ليش هذا الموقع ما فينا نعتمد عليه بشكل دائم أو بشكل أساسي. الفكرة هي أنه عموما كل موقع ممكن يكون له تبعيات أو تحالفات معينة أو ارتباطات معينة مع شركات، فبناء على هاي التبعيات أو التحالفات هو ممكن يعطيك ريسكات معينة. طبعا هاي فكرة. في فكرة تانية انه ممكن هو نفسه يكون بده اياك تشترك عنده بالموقع، تمام؟ رح تلاحظ انت لما بتشترك بالموقع وبتدفع له رسوم بيعطيك قيم سكور مختلفة عن يعني من لما انت ما بتكون مشترك، بتكون عم تعمل هذا الموضوع بشكل مجاني. طبعا هذا الموضوع هو يعني فعليا بيعتبر انه هو ما بيعطيك المعلومة الصحيحة لحتى انت تكون مشترك عنده بالموقع ودافع له مصاري. فهذول الفكرتين كتير اساسيات وكتير جوهرية. طبعا هو هذا احد المواقع اللي زفتنا على IB address lookup، تمام؟ رح يفتح لنا هون هذا هاي الواجهة، فنحن بشكل تلقائي اذا اخذنا اي IB copy عملنا لصق اعطينا go. طبعا مثل ما شايفين عطاني you reached your max lookups. ليش؟ هو يعتبر انه انا قمت بالحد الاعظمي من عمليات البحث بناء على الاي بي تبعي، فلحتى حلل هاي المشكله رح شغل اي في بي ان فليكن سايفون. تمام، رح ارجع فوت على الاي بي كواليتي سكور مره ثانيه. مثل ما شايفين اعطاني نتيجه مختلفه هون. طبعا اعطاني نتيجه للفحص، اعطاني انه مثلا هذا الاي بي 28 اللي هو انه لو ريسك ما اعتبره، تمام. هون بيعطيني معلومات مثلا الاي اس بي هو جي بي اي اس هولدينجز، الاورجنايزيشن انه مثلا هذا البروكسي من شركه اي تي ان تي، الى ما هنالك معلومات عن البروكسي. مثل ما بتلاحظوا هلا هذا الموقع اعطاني انه الريسك تبعه 28 لو ريسك. بمقلب اخر في مواقع ثانيه ممكن تعطينا نتيجه مختلفه كليا بناء كمان على تبعيات معينه ويعني تحالفات معينه، او حتى انه فكره انه كمان انت تشترك بهي المواقع لحتى تاخذ نتيجه من هي المواقع. طبعا احنا فينا نطلع هي المواقع اذا كتبنا على جوجل اي بي كواليتي تشيك، تمام. فراح يطلع لنا الاي بي كواليتي سكور اللي نحن كنا عم نفحص عليه من شوي، وراح يطلع لنا كمان سكيماليتكس هذا الموقع. هذا الموقع أحد المواقع اللي قليل جداً العالم اللي بتعرفه، أنا بعتبره له مصداقية أكبر من الـ IB Quality Score، وبيعطي نتائج مختلفة. طبعاً مثلاً البروكسي اللي فحصناه من شوي على الـ IB Quality Score رح نفحصه هون، مثل ما شايفين عطانا أنه نسبة الخطر عالي أو متوسطة، خلينا نقول 48، تمام؟ لاحظتوا الفرق بين هذا الموقع وهذاك الموقع؟ كل واحد بيعطي قيم مختلفة عن الثاني. فأنا حبيت نوه على هاي الفكرة مشان تكونوا بصورة الموضوع أنه مو دائما الاي بي كواليتي سكور هو المقياس، ولا دائما هذا هو المقياس. الموضوع الريسك على هاي المواقع ما هو مقياس بالمطلق، ممكن يطلع لي بروكسي ريسكو 99 على الاي بي كواليتي سكور يكون هون 0 أو 1 الريسك، وممكن العكس، تمام. فالموضوع اللي بيحكم أي بروكسي أو أي اي بي هو التجربة، هو نحن لما بنجرب الاي بي على مواقع هي اللي بتكون تعطينا النتيجة. طيب في فكرة تانية أنا حابب أحكي عنها. في عالم بتشتري بروكسي روتيت أو مودم، تمام، وبتيجي بدها تفحصه، بتروح بتاخد الـ IB هذا، مثل هلا هذا مودم روتيت،
تاخذ هذا الاي بي وبتروح تفحصه مثلا على هذا الموقع. طبعا هذا هي الحركه هي حركه كارثيه، غلط كثير فظيع. احنا هذا الاي بي الروتيت مانو اي بي ثابت، يعني احنا ما فينا نفحص هذا الاي بي على انه هو الاي بي تبعنا لسبب كثير بسيط. نحن هون هذا الاي بي اللي عم نتصل عليه هو اي بي سيرفر، هو عم ينقلنا على سيرفر والسيرفر عم يقلب لنا الاي بي وفق قواعد معينه نحن محددينها او اللي مشتري البروكسي هو محددها. مثلا انا حاطط قاعده انه يقلب الاي بي كل نص ساعه، فانا كل نص ساعه عندي اي بي مختلف. هذا الاي بي هو اي بي سيرفر، هذا ما فيني انا اعتمد عليه باني افحصه لانه مو هو الاي بي اللي عم يشوفه اي موقع. انا هلا حاليا اذا شغلت هلا هذا البروكسي تمام، مثل ما شايفين انتم الاي بي عندي هون 207 اولته و244 اخرته. طيب اذا فتت على الهو ار رح نشوف شيء مختلف كليا. شايفين هون نحن عندنا الاي بي 107 واخرته 109 من شركه اي تي ان تي، بينما بهذاك الاي بي كان عندنا شيء مختلف. هلا نحن فعليا لما بدنا نفوت على اي موقع رح يطلع له هذا الاي بي، رح يشوف هذا الاي بي، علما انه هذا الاي بي ما ثابت متغير حكم انه هذا البروكسي هو المودم روتيت. فنحن لما بدنا نفحص اي بيات المودم بناخذ اي بي من هالاي بيات تمام. هلا فتنا على الهو ار طلع لنا هذا الاي بي، بنفوت مثلا بدنا نفحصه على الاي بي كواليتي سكور. تمام رح نعمل لصق لهذا الاي بي اللي طلع لنا على الهو ار وليس الاي بي اللي نحن اتصلنا فيه على الكوليج بروكسي، لانه مثل ما خبرتكم هذاك هو عباره عن اي بي سيرفر، هو بده يشبكنا على الاي بيات الثانيه. هلا هذا الاي بي مثلا على الاي بي كواليتي سكور اعطاني 27 لو ريسك، واعطاني انه هو من شركه اي تي ان تي وايرلس، يعني اعطاني معلومات عنه. بالمقابل اذا فتنا على على سكيماليتكس تمام وفحصنا هذا الاي بي راح نشوف هلا كمان قيمه مختلفه. تمام انا هون راح اعمل لصق للاي بي اللي كنت شايله من الهو اي ار، راح اعمل سبميت. مثل ما شايفين اعطاني الريسك تبعه صفر، على السكيماليتكس اعطاني الريسك صفر عكس الاي بي كواليتي سكور اللي اعطاني الريسك تبعه 27. فمثل ما خبرتكم هي هون بتبين الفروقات، وهي هي فكره الاي بي الروتيت المودم الروتيت، انه نحن ما بنفحصه كاي بي نحن بنحطه بالكولج بروكسي، لا لانه هو هذا سيرفر بيقلبنا على اي بيات ثانيه. بنفوت على الهو اي ار ونطلع الاي بي تبعنا وبنفحص الاي احد الاي بيات مشان يعني مثل كانه عم ناخذ عينه او نموذج ونشوف هالاي بيات هي شو الريسك تبعها. طيب في عندنا كمان فكره ثانيه، في عندنا موقع اسمه اي بي 2 لوكيشن تمام. هذا الاي بي او عفوا هذا الموقع بيعطينا معلومات عن الاي بي تبعنا. في شويه افكار انا حابب بس احكي فيها بالاي بي تو لوكيشن. طبعا هو من اكثر او من يعني من احسن المصادر اللي نحن ممكن نجيب فيها معلومات بروكسي. اذا عملنا لصق على سبيل المثال ونزلنا ننتظر شوي، تمام مثل ما شايفين هون عم يعطينا الريجن الولايه والمدينه، عم يعطينا احداثيات، عم يعطينا الاي اس بي مثلا اي تي ان تي موبيلتي ال ال سي. هون مثلا بروكسي انونيموس بروكسي مثلا انه ما مكشوف هذا البروكسي، يعني معلومات من هذا النوع ممكن يعطينا احيانا الاي اس ان مثلا. مثل ما شايفين هون بيرجع بيعطينا المعلومات بطريقه مختلفه، ما رح ناقش هلا هي القضيه. هون في فكره هي كثير مهمه، انه لما نحن بنكون شغالين على بروكسي داتا سنتر فهو هون اليوسج تايب تمام عاطينا انه هو موبايل اي اس بي، يعني هو من شركه اتصال حقيقيه تمام، ما انه تخليق سيرفر. اذا رجعنا على سبيل المثال على هذا البروكسي، ما عندي فكره اذا هذا البروكسي بيعطينا اياه كداتا سنتر او كاي اس بي، بس انا كنت بدي انوهكم على هاي الفكره، انه نحن في فكره نحن فينا ناخذها او نعرفها من موضوع تمام. حتى هي عاطينا اليوسج تايب اي اس بي فيكسد لاين اي اس بي. نحن عاده اذا كان طبعا هذا بيعني انه مثل ما شايفين هون هذا بيعني انه هذا البروكسي هو من شركه اتصال معروفه، هو اي بي حقيقي
ريزيدنشال سكني، تمام، اي اس بي. فهذا الشيء كتير كويس. في اي بيات بيعطينا عندها داتا سنتر، داتا سنتر بيكون هو عباره عن اي بي تخليق سيرفر. طبعا اي بيات الداتا سنتر بتشتغل على بعض المواقع، وفي مواقع ما بترضى انك انت تفتل من اي بي داتا سنتر فبتحظرك، فهي جزئيه كتير مهمه. طبعا هي الجزئيه هي فعليا اهم من فكره انه انا افحص الكواليتي على الاي كواليتي سكور او على السكيماتكس او اي موقع تاني. هذا الموضوع فعليا مهم جدا، مهم جدا اني اعرف انا انه البروكسي مكشوف او لا، الانونيموس تبع البروكسي انه نو، اوكي الامور تمام. ايام بيكتب لي انه هون في بي ان، انه هذا في بي ان. يعني الاي بي تو لوكيشن بيعطيني معلومات كتير قيمه وكتير مهمه، واهم من الاي بي كواليتي سكور او اي موقع تاني بيفحص كواليتي على اساس. طبعا ما عندي انا حاليا بروكسي مضروب، كنت فرجيتكم كمثال انه هذا البروكسي مضروب شو بيعطيني هون كمعلومات، حاليا ما عندي هيك شيء، فما ما راح اعرف اوصل لكم بجوز الفكره بالضبط. ولكن هي مثل ما خبرتكم باليوسج تايب بالانونيموس بروكسي مثلا، هون ممكن يعطيكم اياها. هذول الشغلتين كثير مهمات. هي الفكره انا حبيت اوضحها. ما بتوقع في ضل ولا فكره بالنسبه لموضوع فحص البروكسيات. بيضل في فكره انه نحن احيانا في تطابق معلومات، انه بنفحص اي بي على الاي بي تو لوكيشن بيطلع لنا انه هذا الاي بي من ولايه معينه، بنفحصه على الهو اي ار يعطينا انه هذا الاي بي من ولايه ثانيه او من مدينه ثانيه. طبعا هلا للامانه الاي بي تو لوكيشن هو الاصدق، تمام، ولكن في احيانا مواقع بتكون مرتبطه قاعده البيانات تبعها مع نفس المصدر اللي رابط عليه الهو اي ار، وفي مواقع بتكون رابطه المعلومات تبعها او قاعده البيانات تبعها مع الاي بي تو لوكيشن. اغلب المواقع اذا اخذنا المعلومات تبعهم التسجيل بدنا نسجله فيهم، اخذنا معلومات من الاي بي تو لوكيشن، فنحن عم بتكون عندنا يعني الاحتماليه اكبر بانه ينجح الشغل اكثر من انه اذا اخذنا من الهو اي ار او من اي مصدر ثاني. ولكن بالعموم بنسبه 80% الكل شغال، سواء اخذنا من هذا المصدر او من هذا المصدر، باستثناء بعض الحالات او بعض المواقع اللي بتدقق على وجه التحديد بدها يكون مصدر معلوماتها من موقع معين. وهذا الموضوع بالعموم بيرتبط بالتجربه، هي اللي بتحدد لك انه هذا الموقع مثلا اذا اخذت له بياناته من الهو اي ار يمكن يكون افضل، او من الاي بي تو لوكيشن او الى ما هنالك. هذا الموضوع التجربه هي اللي بتحكم. هذا كان درس اليوم. ان شاء الله تكون دردشه مفيده. اي سؤال اي استفسار مثل العاده واتساب او تعليقات يوتيوب او على صفحتنا على فيسبوك او على التليجرام، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.